فيه آكد، وهو يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين أجرهم على الله فلا يقوم إلا من عفا. كن قابل العذر واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواس. فالله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل لا تذكرت يوما أنت مدركه، يوما ستخرج فيه كل أنفاس، يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها، يوم الوداع شديد البطش والباس، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاس، ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، والناس في منتهى جوع وفي شقاء وفي هم والإفلاس، يفر كل امرئ من غيره فرقا، هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ سيرسل الله أملاكا منادية، هيا تعالوا لرب مطعم كاسي، هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإناس. أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس؟ فإذا كان العفو بصفة عامة مطلوبا فهو في الصوم آكد، ليفوز الصائم بما تكفر الله له به من مثوبة وأجر. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ومن أجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل هذا الشهر بالبشر والترحام وبالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان وبالسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير. يستقبل هلال رمضان بهذا الدعاء وبهذا التضرع: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ويوجه فيه المسلمين إلى الحرص على عظمته وعلى كرمه ومكانته، ويقول لهم: قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر جعل الله أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا من النار،